مهنية في كل الأنماط ومستويات هي، بالتركيز على التخصصات ذات الأولوية في الفلاحة، البناء والأشغال العمومية. هذا لمرافقة الشركاء الاقتصاديين كون للسلطات المحلية. وفي الأخير أتوجه بجزيل الشكر للسلطات المحلية على العناية التي توليها لقطاعنا، دون أن ننسى الشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين وأسرة الإعلام على دعمهم وتجاوبهم لتكوين يد عاملة مؤهلة لخدمة البلاد. شاكر لكم حسن التخصصات هي 10 تخصصات، منها التكوين الحضوري والتكوين عن طريق التمهيد والدروس النسائية وتكوين المرأة الماكثة في البيت والجهاز المساعدة للبطالة. عندنا 8 خابر وسقعة التدريس. بالنسبة للمناصب المؤسسة عندنا 47 مناصب مؤسسة، منها 13 متعاقدين و10 عندنا متعاقدين. شكرا سيدي الوالد. شكرا سيدي الوالد.